السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم وصفة ديال الفطائر الملوي المغربي الغني عن التعريف طبعا. وان شاء الله هاد الوصفة كتجي مورقة بزاف وكيجي هائل وما كيجيش مزيت نهائيا. وندوزو باش نتعرفوا على طريقة التحضير. واول حاجة كندير هي كناخد ملعقة صغيرة ديال الخميرة الفورية، كنضيف عليها ملعقة صغيرة كذلك ديال السكر سنيدة، ملح حسب الذوق، وكنضيف قليل من الماء الدافئ على ديك الخميرة والسكر اللي درنا في الكاس، وغادي نحركهم حتى باش تذوب ليا. مغاديش نخلي تخمر غير تذوب وصافي. وغادي نبدا العجين، غادي ندير واحد الثقب في الوسط وغادي نضيف عليه هذيك الخليط ديال الخميره والسكر صافي. وغادي نبدا نضيف الماء الدافئ بالتدريج وانا كنعجن العجين ديالي. ودائما العجين ديالنا ما يكونش متلق بزاف وما يكونش قاصح بزاف بين وبين باش تجينا سهله في الطليق فاش نكونوا نطلقوا الملوي ما يتقطعش لينا. وغادي نستمر هكا في العجن، والدلك ضروري تدلكوه على الاقل 10 دقائق او 15 دقيقه ديال الدلك. كنحضر كميه لا باس بها من الملاوي وكنديرهم في الكونجيلاتور، وهكذا يكون عندي الملوي واجد في الكونجيلاتور وقت اللي احتاجيته. غير كنجبدو وكنسخنو في الفران وكيجي بحال يلاه وجدتو. وهنا بعد ما دلكت العجينه ديالي مزيان كناخذ شويه ديال الزيت النباتي وكندهن العجين ديالي، وكنحاول نقطعو هكا كويرات صغار، غادي يكونوا كبر من الرغيف حيت هذا ملوي ماشي رغيفه غديروا وحده وسط وحده، هذا ملوي دونك الحجم هو هذا، خاصو يكون قد هكا ما يكونش صغير بزاف. وغادي نستمر حتى نسالي كميه العجين اللي عندي. من بعد ما ساليت ندهن الوجه ديال الكويرات ديالي بالزيت وهكا باش ما يتشققوش ليا، ونغطيهم كذلك ببلاستيك غذائي ونخليهم على الاقل واحد 10 ديال الدقائق يرتاحوا باش يجيوني ساهلين في الطليق. والتوراق غادي نحتاج الزبده، غادي نذوبها فوق النار ونضيف ليها الزيت، نصف كميه ديال الزيت والنصف الاخر الزبده. وغادي نحتاج كذلك السميده رقيقه او الفينو صافي. وغادي نبدا نورق الملوي ديالي بهذه الطريقه، غادي نرش بالزيت بخليط الزيت والزبده ونرش كذلك بالسميد ونبدا نلوي الملوي ديالي على هذا الشكل. هذا الملوي البنات كيجي رائع، كيجي مورق كما شفتوا معايا في الصور، كيجي مورق وكيجي محمر وكيجيش مزيت نهائيا، ما تشبعوش منه واخا تاكلوا منه شحال ما كليتو ما غاديش يقهمكم، ما كتبانش فيه الزيت نهائيا. والسر هو داك السميده اللي كنورقوا بها، فهي كتشرب كاع داك الزيت اللي زايد كتشربه. وغادي نستمر هكا نلوي الملوي ديالي حتى نكمل الكميه ديال العجين اللي عندي. ومني كنسالي كنحاول ندخل داك الجنيبات هكا في الجناب، داك الجزء الاخير كندخلو في الجناب، وكنستمر على هذه الطريقه حتى نكمل الكميه كلها اللي عندي. وهنا من بعد ما ساليت كل الكميه اللي عندي كنقوم بهاد العمليه هذه، وهي اني كنضغط بيديا بجوج من الجوانب ديال الملوي كندخلهم هكا للوسط بحال هكا، وكنضغط عليها كنعاود نضغط عليها وكندخل داك الجوانبات اللي كيكونوا خارجين بهذه الطريقه هذه. وكنعاود نخلي عاوتاني الملوي ديالي يرتاح باش يجيني سهل فاش نجي نطلق، فاش نجي نقرص يجيني سهل. غادي نخليه عاوتاني يرتاح 10 دقائق اخرين وعاد ندوز باش نطيب المسمن ديالي او الملوي ديالي،
وفي هذه الاثناء المقله راها كتسخن، انا استعمل جوج المقالي باش نسربي. غادي نضيف زيت نباتي، غادي نرش المقالي ديالي صافي، ونبدا على بركه الله نطيب الملودين. وكنعاود نرش شويه ديال الزيت فوق وجه ديال الملوي قبل ما نقلبه. والسر البنات باش يجيكم الملوي رطب ومورق هو انكم تقلبوا الملويه قبل ما تحمر 100%، يعني غير يلاه تشد راسها الملويه تقلبوها ديك الساعه. بهذه الطريقه يجيكم مورق. وكنستمر في التقليب ديال الملوي ديالي على الوجهين حتى كيتحمر مزيان من الجوانب بجوج. وها هو الملوي ديالي واجد ومحمر، كيجي رائع البنات، نتمنى تجربوه وتردوا عليا خبر. والاهم انه ما كيجيش مزيت نهائيا. غادي نحل وحده باش نوريكم كيفاش كيجي من الداخل، كيجي مورق وكيجي ناشف من الزيت، وتاكلوا منه شحال ما كليتو ما غاديش يضركم وما غاديش يقهمكم، لحقاش كيجي ناشف 100%. نتمنى تكون عجبتكم طريقتي في تحضير الملوي، وإلا عجبتكم ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد الفيديوهات إن شاء الله. وخليت لكم الراحة، نقول لكم باي باي.